السلام عليكم، معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لهاد الشوكولا، يعني نتعرفوا على الشوكولا اللي بقى نعملوا به لاموس او اي حاجه، يعني اللي كتكون يعني زينه، اي حاجه في ديال موس شوكولا ولا اي، مهم اي حاجه حبيتوها. هنا ملي تبقاو تاخذوا شوكولا يعني كنشوفوا الحاجه اللي هي ممتازه، بحال دابا هذا شوكولا ديال شوكولا لايت، شوكولا ديال الحليب كما كتلاحظوا لايت بحال هكذا، فيه يعني النسبه ديال الكاكاو، يعني فيه 34% ديال الكاكاو. هذا هو باش نتعرفوا، شوفوا اللون ديالو كيف عامل، يعني كيجي قوي. هانتوما هذا هو باش ما يتغلط لكمش مع هذا، يعني مع هذا شوكولا نوار، هذا كحل. ها كيفاش عامل، وهذا ها كيفاش عامل، شوفوا الفرق بيناتهم، يعني هذا الكحل وهذا قهوي، يعني هذا الحليب وهذا شوكولا ديال الكاكا. هذا هو لومبالاج ديالو اللي كيجي فيه، هذا فيه 55% ديال الكاكاو، يعني هذا احسن من هذا، يعني هادو يعني ناقصين، وهادو فيهم غير السكر تقريبا، كتلقى حلو لا هو لا هذا، يعني بحال. وهنايا هذا شوكولا ممتازة عاوتاني ديال شوكولا بيضة، هانتوما كيفاش عاملة، يعني هذه احسن، يعني الحاجه اللي غادي نخدموا مثلا الحاجه ديال لاموس اللي كان مثلا نضيفوا عليها الحليب ولا كريم فريش مثلا سخون باش نذوبوه وكذا، وهذه هنايا تستعملوا هاد الشوكولا هاد باش تطلع لكم الحلوه مزيانه. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا القصد من هاد الفيديو هذا، كنتمنى ان شاء الله تبارطاجوا المعلومه مع الجميع، ولكم جزيل الشكر وإلى اللقاء.